هل تخيلت نفسك يوما وأنت تشاهد بطولة عالمية لسباقات السرعة كالفورمولا 1 مثلا، وتمنيت أن تكون في قلب الحدث؟ يمكن للحلم أن يكون حقيقة، لكن قبل ذلك قف هنا. الجزائر، هنا التقت الفصول الأربعة في يوم واحد شاهدة على تنظيم تظاهرة رياضية في أجواء أقل ما يقال عنها أنها رائعة. والحديث هنا عن بطولة الكارتينج التي جرت وقائعها في مدينة برج الكيفان بالعاصمة الجزائر. سباقات الكارت، وتعرف باللغة الإنجليزية الكارتينج، وهي نوع من أنواع سباق السيارات مع أربع عجلات صغيرة وبسيطة، وعادة ما يتم السباق على حلبة كارتينج صغيرة، وهي تعتبر الخطوة الأولى في عالم رياضة المحركات. وحين نقول الخطوة الأولى، فإننا سنذكر البداية القوية للاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية بعد عودة الحياة تدريجيا في الجزائر، والتي كانت شبه متوقفة إثر أزمة كورونا. الكارتينج تاع الجزائر نقولوا بلي اون بو دير بلي ماهوش بعيد على النيفو تاع الكارتينج العالمية. معنا شفناه صافي دي زاني رانا نروحوا السباقات الدولية. Ça fait 5 ans, ça fait plus de 5 ans on participe les championnats du monde Rotax, et à chaque fois la performance des pilotes algériens, c'est pas parmi les derniers. Vraiment on est dans la bonne moitié. الجولة الأولى من بطولة الكارتينج انطلقت في مرحلة تجريبية مع فرق الآمال، ورغم الأمطار الغزيرة التي هطلت على الحلبة، إلا أن ذلك لم يمنع القائمين على تنظيم هذه البطولة من إلغائها أو تأجيلها، ما جعلنا نضعها في خانة المرحلة المميزة. واليوم هنا في كارتينغ إيفازيون، مالغري كانت كما يقولوا الظروف المناخية ما كانتش جيدة، دونك شتا، مي كما يقولوا صافي بارتي دو جو، دونك ولي بيلوت ils ont vraiment aimé l'environnement, كيفاش صارت لا كورس، le challenge اللي كان تاعهم، surtout que c'était كما نقولوا c'était beaucoup plus une course كما قلنا toute carrière زعما pour le 10e anniversaire تاع NRDI la section sport mécanique. Mais داوها beaucoup plus, c'est un amusement parce que ça fait longtemps qu'il y a pas eu de course de karting. Donc vraiment عودة، c'est la première course اللي ندارت بعد le confinement اللي صار العام اللي فات. قبل الانطلاق الرسمي لسباقات الكارتينج، نجد المتسابقين يقومون بالمراقبة التقنية لسياراتهم، وعلى رأسهم أمين العايبي رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، الذي لم يتوانى هو الآخر من الوقوف على مدى جاهزية المتسابقين من أجل السير الحسن للسباق. بطولة الكارتينج رصدت مشاركة 8 نوادي جزائرية وسط حضور جماهيري أبى إلا أن يكون متواجداً في هذا الحدث الرياضي، والاستمتاع بمثل هذه الأجواء التي أصبحنا نتعود عليها في بلدنا الجزائر. البطولة تنوعت مراحلها باختلاف محركات السيارات، فلكل مرحلة محرك معين سواء ذو الشوطين أو الأربع أشواط. مراحل السباق تخللتها جولة تجريبية قادها رئيس الاتحادية من أجل تشجيع المواهب على ممارسة هذه الأنشطة الرياضية، ولما لا تمثيل الجزائر دولياً في جولات الفورمولا 1 والكارتينج وغيرها من رياضات السرعة. المنافسات شهدت كذلك مشاركة العنصر النسوي الذي أصبح حاضراً في سباقات السرعة، والذي لم يكتفي بالحضور فقط بل كانت له الكلمة في التتويج بالبطولة في فئة الإليت من خلال المتسابقتين سارة زمولي وسارة مواقي، وتوج في ذات الفئة في صنف الرجال المتسابق سفيان صالحي مستعيناً بخبرته الكبيرة في بطولات الكارتينج.
depuis déjà une année حنا ما درنا والو على جال يعني لا كريس سانيتير هادي وكذا دونك حنا انا فاهمين يعني الوضع ولكن depuis شحال يا 2 3 mois دوكا عاودوا بدات لا كومبيتيسيون كذا الحمد لله ميم اون طونك بيلوت انا نروحوا نشوفوا دي كورس تاع الموطو دي كورس خاطيتنا كاع خاطيه لا كالا ديسيبلين تاعنا الحمد لله نحو هذيك الحرقه شويه هكذا واليوم الحمد لله راكم تشوفوا اليوم لا ريبليس تاع الكارتينغ الحمد لله بور لانستون والله غير سي اون بون فوا. في ظل المشاركه الشرفيه لرئيس الاتحاديه الجزائريه للرياضات الميكانيكيه الذي فاز هو الاخر بالسباق في فئه الماستر فقد منح لقبه للمتسابق رياض ميغاري في حين نكتشف أول مشاركة للمتسابق لرحيم إسحاق والذي توجها بالفوز بالمركز الأول في فئة إيامو. دونك بسم الله والسلام عليكم. هذه ما بريمير كومبيتيسيون في الكارتينغ. صافي دوكا دو زوم لي ديكوفريت هذا الكارتينغ بصح ديكوفريتو في الكاطون بديت نجري في الكاطون من بعد بديت نعرف بلي كاين دي كومبيتيسيون يداروا بالدو طون شافني عندنا لو ديريكتور تاع لا تيم تاعنا شافني نجري بيان بالكاطون قال لي ارواح معنا نسيوك في الدو طون سا سي تري بيان باسي شافني بلي راني ندور مليح وكامل بدينا بدي زونترينمون كامل واليوم سيتي ما بروميير كومبيتيسيون في هذا السيركوي لي سا سي تري بيان خاصي فرانشمون جاست بيان جاست هايله وديت لا بريمير بلاس الحمد لله وهذه هي. النتائج الأخيرة أسفرت عن فوز كل من نادي دال إبراهيم يليه فريق الأغوات كارتينغ في محل ثالثا نادي أطلس بينان. لقد أصبحت الرياضات الميكانيكية في الجزائر مؤخرا أكثر جاذبية حيث تشهد أهمية كبيرة ومتزايدة وإن كان مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة فإن المكتب الفيدرالي للرياضات الميكانيكية قد تجاوز الخطوات الأولى بنجاح في انتظار أن تشهد الجزائر مسابقات عالمية كبرى في رياضات السرعة ولن يتحقق ذلك إلا بالاهتمام بالمواهب الصاعدة.